السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، الحمد لله. بعد إذنك يا شيخنا، حكم تعامل فودافون كاش من أي ناحية يعني؟ كيف يعني؟ يعني لو أنا يعني مثلا خصصت مبلغ من مالي إن أنا أشتغل فيها، أحول وأستقبل فلوس لناس وكده يعني. أنا لازم أعرف الصورة التي ستعملها، لأن الكلام فيه تفصيل. وأنني أعمل إذاعة على رقم يعني على تليفوني، من تليفوني مش من مكنة. يعني أنا ذاهب أدفع فلوس للمرور، لا يقبلون إلا بطريقة إلكترونية جديدة، فجئت إليك، قلت لك حول لي 1000 جنيه على المرور، فتحول لي وتأخذ الأجرة كده يعني؟ تمام مثلا. لا بأس بكده. جزاك الله خير. طيب أجرة العمل يعني ماشي.